هناك الصلاة لا حظ في الإسلام ولا خير للمسلم إن ترك الصلاة. وقال أيضا: ومن ضيعها، من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وهذا منطقي، من ضيع الصلاة وضيع مقاصدها وضيع أهدافها وضيع أركانها وضيع خشوعها وضيع مقاصدها، من ضيع هذه الفرصة وهي الوقوف بينه وبين خالقه، من باب أولى أن يضيع العلاقات الأخرى. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم على من بعث هاديا ومبشرا ونذيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، يقول المولى تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ما الدليل على أهمية الصلاة في الإسلام؟ ما مظاهر التيسير فيها؟ أو قل الخلل المسموح به؟ ما لا تساهل معه ولا عفو الصلاة؟ ثم آثار الصلاة، هذه الصلاة المقبولة. أيها السادة والسيدات، مع الدرس 32، ما الدليل على المكانة المرموقة للصلاة؟ ما هي الحجج التي نثبت بها أن للصلاة مكانة عالية ومكانة مرموقة، وأن الصلاة تكون في وجدان المؤمن في المرتبة العالية وفي المرتبة الأولى في توجهه وفي اختياره وفي عمله وفي سلوكه وفي تصرفه؟ ما هي هذه الحجج؟ أولا، كثرة الآيات. إذا عدت للقرآن تجد عشرات الآيات حول الصلاة. كذلك كثرة الأحاديث، مئات الأحاديث حول الصلاة وما يتعلق بها. أمر آخر، كل الأنبياء كانوا يصلون، صحيح تختلف الكيفية والعدد وما إلى ذلك، ولكن ما من نبي إلا وصلى وما من نبي إلا ودعا قومه إلى الصلاة. أمر آخر، كون الصلاة ركنا عمليا يتكرر يوميا أو أسبوعيا أو مناسباتيا، إن صح التعبير، يوميا 5 صلوات كما تعلمون، أسبوعيا صلاة الجمعة، مناسباتيا مثلا الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، صلاة الخوف، صلاة الكسوف، صلاة الخشوف، صلاة العيدين إلى آخره، صلاة الاستخارة. بحيث هذا الأمر، هذا الركن أراده الله تعالى أن يكون له حضور في عقل المسلم وفي تفكيره وفي روحه وفي وجدانه وفي معاملته وسلوكه، لا بد من وقت لهذه الصلاة. أهمية أخرى، كل شيء في الدين الإسلامي طلب من محمد صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض إلا الصلاة، فقد طلبت من فوق 7 سماوات ليلة الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج. وهذه الصلاة طلبت بصفة مباشرة، أي أن الله تعالى طلبها من محمد صلى الله عليه وسلم بصفة مباشرة. قال له: يا محمد، مطلوب منك ومن المؤمنين 50 صلاة. إلا أن الرسول الكريم الطيب السمح الرحيم طلب التخفيف عليه وعلى المؤمنين، فتحولت من 50 صلاة إلى 5 فقط، وهي 5 من حيث التطبيق، ولكنها 50 من حيث الأجر والثواب لمن أداها على وجه طيب ومقبول كما سنرى فيما بعد. إذن طلبت دون واسطة،
وسلبت من فوق 7 سماوات. هذا ضعه في يدينه. وآخر ما أوصى به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته الصلاة، وهو يغادر هذه الدنيا كان يوصي الناس الذين حواليه يقول لهم الصلاة الصلاة. خصت من أهميتها أو من الحجج على أهمية هذا الركن الذي أنتم بسبب القيام به والمحافظة عليه، وهنيئا لنا هذه المحافظة وهنيئا لنا هذا الخيار والتوجه. خصت الصلاة بمدان معين، وهو كما تعلمون يرفع على مسامع الناس يوميا 5 مرات: الله أكبر والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وحد الله تعالى. لاحظوا في الأذان عندما يقول الله أكبر، أذان عندما يقول المؤذن الله أكبر معناها أكبر من أي أمر في عقلك وفي خيارك وفي وجدانك، الله أكبر. إذا يفترض بهذه العبارة أن يحاول المسلم ما استطاع إذا سمحت الظروف أن يؤكد هذه الأكبرية في الواقع وفي الممارسة. قال المؤذن الله أكبر، طيب ده هات حتى خيار الله أكبر ماذا للثلاث؟ تقول لبيك اللهم لبيك. يفترض أنك تقول لبيك اللهم لبيك، ثم يؤكد الأذان فيقول لك ليست حي على الصلاة فقط، لا، حي على الفلاح. ركبت كان عملت لها المكانة الأولى وسميت إنك من المفلحين، ما تقولش بتضيع مصلحتي أو بتضيع أموري أو بتضيع، لا 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 لا، ذاك تحليل ضيق، نظم أمورك بركة ورتبها وجرب. الله أكبر، ثم حي على الفلاح، ثم في الصباح يقول الصلاة خير من النوم، تأكيد على أهمية هذه الصلة التي ينبغي أن تتجدد يوميا بينك وبين ربك. ليس ليزداد الله قوة ويزداد الله عزة ويزداد الله تمكينا، لا 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 لا، أنت مطالب بتجديد هذه الصلة لك أنت، لك أنت، أنت المستفيد، لأنك إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وناجيته وناديته وابتهلت له ودعوته وقرأت شيئا من القرآن أو استمعت من الإمام، كل هذا يحدث فيك توازنا، كل هذا يعطيك شحنة من الأمان والطمأنينة والسلام والراحة والفلاح والخير. ولكننا قوم لا ندرك هذا، أما الأصل الصلاة جعلك هذا لكي نستفيد نحن المصلين. في النهار الأذانات حي على الفلاح يقولها المؤذن 10 مرات، وهذه العشرة هدية اضربها في 365 يوم تلقى اللي حي على الفلاح تكرر في السنة ما لا يقل عن 3650 مرة. المؤذن ينادي ونحن أو كثير من الناس لا حياة لمن تنادي. عندما يؤذن المؤذن ويقول هذا، الرسول هو الذي علمنا والرسول أوحي إليه أن كل المؤذن يقول حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح، فهي فعلا فيها الفلاح كل الفلاح. خصت كذلك الصلاة بطهارة معينة في البدن وطهارة في الثياب وطهارة في المكان، وفيها نظام معين واتجاه معين، القبلة والصفوف والركوع والسجود لها هيئة خاصة. وأيضا باش تؤتي الصلاة أكلها وتؤتي الصلاة ثمارها فتنعكس أهدافها على المؤمن خارج الصلاة خارج الجامع. طلب منا بأن نصلي ونحن بدنيا وعقليا ونفسيا في راحة، ولهذا قال من جاء إلى الصلاة فليأتها وعليه السكينة. واحد يجينا يجري من ماذا؟ يتربق بالقبقاب ولا بالصباط نتاعو ولا بالشلاكه، واش بيك تجري؟ نحب ادرك صلاه الجماعه، لا 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 لا، خطا فادح، توظف في عقلك، اجي في عقلك
كان وصلت سيدي عليه وصلت، كان ما وصلتش مش مشكل، مازال صلوات اخرى جايه قدامك. اما الواحد جاي يوسف الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويلهث، انا صليت لا ما عملها. لا لا لا، الرسول قال لي يجوا للصلاه وعليكم السكينه، وقال ايضا ما تجيش للصلاه وعندك شغله في دماغك، مثلا عجبك الكسكسي، عجبتك السلاطه، وعجبك كاستاي، او اي حاجه عجبتك وحان وقت الصلاه وعقلك شيرت ذهبك بك الحاجه اللي حبيته كلها، يقول لك الاسلام لا 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 كلها كلها ساعه ارتاح، اعطينا هنينا هنينا من ناحيه هذه الساعه، وبعدين مرحبا بك صلي، لم تهرب مادام صادف انه هالاكله هذه والطبق هذا قدم وقت الصلاه. يا اخي ربي مش مشكل، قدموا العشاء على العشاء، جاء وقت ماكله ونفسك تريد ذلك مش مشكل، لانه مش ديما انت كانك منظم، لا يقدم الطعام الا في وقته، لكن اذا كان حصلت بعثره اخويا المهم في الاسلام لا تدخل الصلاه وانت عندك شغله. وقيس عليها الماكله، هذا تحدث عنه الرسول بوضوح، لكن قيس عليها كل شغله. لكن ثم حاجه وقت وين انت تقول الله اكبر، طب جي في دماغك لا كما لا يسع، لانه لا يعقل ان تقف بين يدي رب الارباب انت تقول الله اكبر والاكبر يجي لك الحاجه اللي هي شغلتك، نظم امورك. وقال ايضا من الناحيه البدنيه باش تبدا صلاتك مكتوبه واضحه وجيده، قال لا يصلي الواحد وهو يدفع الاخبثين، قال ما يصليش الواحد مثلا وعليه غائط وعليه بول، لا، قال لا يصلي وهو يدفع الاخبثين، اي عندنا مشكله من الناحيه هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم بهديه الكريم قال انشوا الساعه، سوى الوضعيه هذه في عقلك، كتب كتب انه جاءت في وقت الصلاه انهيها الساعه حتى تدخل الصلاه دخولا رائعا ومناسبا على جميع المستويات. لانك اذا دخلت الصلاه واحوالك جيده ننتظر منك فيما بعد ان الصلاه ستهذبك وستربيك. اما اذا كان دخلت وانت مشغشب، دخلت وانت تلهث، دخلت وانت تفكر في اشياء، شيء طبيعي، اثر الصلاه لا تؤتي اكلها والصلاه لا تؤتي ثمارها. اذا خصت بهيئه نفسيه لابد ان تتوفر، ودعينا للمواظبه عليها وعدم الانقطاع مهما كانت الاسباب. لا يجوز للمؤمن ان ينقطع عن الصلاه مهما كانت الاسباب، رغم اي سهله هي، لكن لا يجوز ان تنقطع عنها مهما كانت الاسباب. واكبر دليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقطع عن اداء الصلاه حتى في حاله الحرب مع الكفار والطغاة والظلمه. هناك صلاة تسمى صلاة الحرب، صلاة الخوف، فإذا لم ينقطع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت عصيب فهذا فمن باب أولى ألا نتركها في الأوقات الأخرى. هذا كلام هذا يجرنا للتيسير، للحديث عن التيسير في الصلاة، هي مطلوبة منا دائما، ولكن كلها رحمة وكلها تيسير. أتش للمظاهر دي، ما هي هذه المظاهر؟ أبقى قبل ما نقول لكم على المظاهر عندي ملاحظتي، حطهم في بالك قبل ما نتحدث على التيسير. أنا باش أعطيك التيسير وقرأت وتلقى أكثر مما سأعطيك إياه، ولكن تبقى أنت طبيب نفسك، أنت اللي تقدر هل تعمل بالرخص وإلا لا. لا ثم إمام ولا ثم شيخ ولا ثم عالم تشدد يحدد لنا هذا الأمر، أنت لتحدد وحدك. أنا سأعرض هذا وأنت الوحيد إذا كان حبيت تأخذ به والظروف خلتك تأخذ به فبها، وإذا كان أمورك على ما يرام. الحاجة الثانية نحيكم الكلوف، المصلي يتولها بعيبه فقط، تولها برواحكم. كان لقيت واحد دائما يصلي مني وراقد لا تكلموه، كان لقيت واحد دائما يصلي بالتيمم لا تكلموه، تكلموا في رواحكم. اذا لقيتوا ناس تصلي دائما بالتقصير عوض الظهر اربع صلاة اثنين، ابعد عليه يا اخويا، خليه هذاك يعرف شام، هذا امر بينه وبين خالقه.
هكا علاش قلت لكم انا لا دخل لا للامام ولا للشيوخه ولا للعلماء ولا حتى حد. يعرض عليك الاسلام بجماله وجلاله وبهائه وسماه، وانت يا اخي افعل الذي يطمئن اليه قلبك، افتي نفسك ولو افتاك الناس. عشان هذا يصير ليه الطهارة ما عادة نصلي بالماء، إذا ما ثمش الماء، إذا كان الماء لا يوجد فتيمم. يا سيدي يوجد الماء، وكلنا عن الماء صالح للشراب والماء صالح للنظافة، ولكنك لا تقدر على استعماله بسبب أو بآخر، تيمم. أشكون اللي قدرنا لا يقدر على استعماله؟ لا أنت مصلي ولا أنا ولا عالم، أنت أعلم بظروفك. نجم ظاهريا نلقاوك صحتك لبس على، ومع ذلك تتيمم. أنا ليس لي أن أسألك يا أخي لماذا تتيمم؟ إذا التطفل، إذا الحماقة متاع المسلمين، ابعد على بعضنا بالله، يخلي كل واحد يصلي كما يريحه، هذا أمر بينه وبين خالقه، هو أعلم لماذا يتيمم. أنا مانيش مطالب باستجابة، لماذا تتيمم يا أخي؟ ما هي العادة هذه؟ به يوجد الماء، الحالة الثالثة السباحة، يوجد الماء وأنت تقدر على استعماله، ولكنك تخاف الضرر مثلا بسبب البرد. طب تمام. المتطفلون والمتشددون يقول لك لا يا أخي، يمشي يسخن الماء ويمشي يغتسل به يضرب البردة. أش عملنا فيها؟ يترسلوا ماخذ كونجي من عند المطبيبة بسبب هالماء هذا، لأن المسألة مش مسألة ماء بارد فقط، ينبغي أن يكون الماء باردان، ينبغي أن يكون الماء ساخنا حاجة أخرى. وبيت الحمام هذا سخونة، لأن الماء ساخن كل واحد ينجم يسخن، على فرض ما عنده سخان حط فوق البابور وحط فوق الغاز وبستلوا تنجم يكون الماء ساخن، لكن درجة الحرارة في بيت الحمام 10 أو 15 تضر بالذي اغتسلاه وتلحق به هلاكا. حينئذ انت يا سيدي اسمعني الكلمه هذه، اسمع اسمع الكلام عند الناس، تعرف تقرا مليح وخاده متعمقه في هذا الدين. بالنسبه لنا احنا شمال افريقي، ما ناش في المدينه المنوره ولا في الرياض اللي عنده درجه حراره عاده قويه. اذا كان تتيمم الخريف والشتاء والربيع هنيا لك، اذا ما تقدرش على الاغتسال لان الحمام اذا كل يوم باش يمشي له ثم فلوس برشا، تيمم. وإذا كان ما عندكش مكيف يسخن لك البيت وإلا شانترال يسخن، أخويا ما تنقطعش عن الصلاة، تيمم حتى يجي فصل الصيف. إذا مشيت الحمام واغتسلت هكا تطويتي صلاة ولا اثنين ولا ثلاثة باش تستعمل الوضوء، لكن سرعان ما يعاود يحصل الإنسان، وهذا موجود في ديننا ولا حرج في ذلك، الجماع بين الزوجة والزوجة قد طبعا يسبب اغتسالا. اذا يا اخي ما عندكش الماء وما عندكش الطقس المناسب في بيت الحمام، ابقى تيمم حتى يولي الطقس ممتاز، لكن لا تتوقف عن الصلاه. هذا كل ما هذا كل ما تيسير الاسلام، لا تتوقف عنه. وقال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وراي حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم واحد كان عنده جرح وجابش وقت الصلاه، ناس قالوا له تيمم وناس قالوا له اغتسل. المتطرفون والمتشددون قالوا له اغتسل فاغتسل فمات. فلما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قتلوه قتلهم الله، هم كنسب. وسيدنا خالد ابن الوليد، طب شكون خير من خالد ابن الوليد؟ خالد ابن الوليد كان مع مجموعه وكان ينبغي عليه ان اغتسل لأنه على جنابة، فتيمم وصلى بالناس. شكون هذا؟ تلميذ من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، تيمم ولم يغتسل وصلى بالناس. ومشى للرسول صلى الله عليه وسلم بعد العودة من السفر، قالوا له يا رسول الله خالد بن الوليد تيمم وصلى بنا وهو على جنابة. قال له يا خالد فعلت هذا؟ قال نعم يا رسول الله. لماذا يا خالد فعلت هذا؟ قال خشيت على نفسي البردة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على صلاته وقال إنها صلاة مقبولة، فصلوا على محمد
أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولوالديه ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من مظاهر التيسير أيضا، ما تنجمش تصلي واقفة، صلي جالس على الكرسي ولا على الفوتاي، المهم لا تنقطع. والله حتى الفوتاي سيدي الشيخ ما نجمش نصلي عليه. يا أخويا صلي على السرير، صلي وأنت راقد، حرك الراس. جيب ليش؟ والله أنا في حالة حتى راسي ما نجمش نحرك. سيدي الشيخ أخويا حرك بيديك، والله حديد ما نجمش نحرك. أخويا حرك عينيك، حرك بعينيك فقط، وأومئ بأنك دخلت من ركعة إلى أخرى. المهم لا تنقطع، استعمل أي طهارة، المهم لا تنقطع، استعمل أي طريقة صلاة، المهم لا تنقطع. تعب، راجع مخلص من خدمة تماما، وانت طبيب نفسك وتقول والله يا راني من نجم أن أديها الصلاة إلا إذا كان كنت على كرسي. نحن ليش لنا أن نقول لك لا؟ ولك تشوف واحد قاعد في بيت سارة صاحبك وانت زرته ولقيته يقول الله أكبر وقاعد على كرسي، لا تكلمه. ليس لك أن تدخل في أمره، هذا أمر بينه وبين ربه. ليس لنا نحن الذين نقول صلاة باطلة صلاة صحيحة، هذا أمر عند الله تعالى. كي تشوفه يصلي قاعد خليه، بالله يبعد عليه الدبرك، ابعد عليه الدبرك، فهو مع الرحمن الرحيم، فهو مع الرؤوف، وهو مع الغفار الودود، ليس مع أناس المتشدين ومع أناس المتغطرسين ومتكبرين. المتغطرس والمتكبر ليس له أن يتكلم في دين الله، ليس له أن يناقشه مع الناس. صلة بينك وبين بين 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 العبد وربه، لا دخل لنا فيها. أي أين أصلي؟ والله ما نجمش الجامع، أصلي في الدار، صلي في البيرو، صلي في المكتب، حيث تشاء أنت، صلي في المزرعة، صلي في الحانوت، صلي في الملعب، مش التدريب ما يتوقفش عليه، حيث أنت. كان جيت للجماعة مرحبا، لكن إذا ما جيتش والظرف أصبح أنك ما جيتش، مبروك عليك، لا مانع في ذلك. المهم شلون تعاودوها لي انتم، المهم الا نترك الصلاه. اي طهاره مقبوله منك، اي كيفيه مقبوله منك، في اي مكان مقبول منك ايضا، المهم الا ننقطع عن الصلاه. وايضا من التيسير في الصلاه في حالات ان نجمع بين الظهر والعصر، من كانوا بعاد على بعضهم قربهم، فنصلي الظهر والعصر حدا بعضهم. مثلا أعرف روحي باش نسافر ونوصل بعد المغرب، وأنا باش نخرج بعد في وقت الظهر نصلي الظهر، وبعد مباشرة نصلي العصر وندخل في السفر نتاعي. عندي يا سيدي اجتماع، ونعرف أن الارتباط نتاعي الإداري باش يبدأ من ماضي ساعتين حتى بعد المغرب. أنا في ماضي ساعتين في وقت الظهر نصلي الظهر، نصلي العصر، نمشي يا أخويا حيث أنا مطالب بالذهاب و نحضر ما ينبغي حضوره. وكذلك المغرب والعشاء أيضا يمكن جمعها تقديما أو تأخيرا. وثم تيسير آخر هو التقصير من الصلاة، أربع ركعات عشاء يولو اثنين، أربع ركعات ظهر يولو اثنين، أربع ركعات عصر يولو اثنين. المهم شنو؟ عدم الانقطاع عن الصلاة. برا قصر وبرا أجمع وصلي في أي مكان وبالطهارة التي يطمئن إليها قلبك وبالكيفية، هذا أمر بينك وبين الله، المهم أن لا تنقطع. والتوقيت أيضا حدده حسب ظرفك، كان استطعت تأديها في وقتها الأول فهو الأفضل، وإذا لم تقدر فتأخرت، المهم ماذا؟ عدم الانقطاع. أتدرون لماذا يسرها الله تعالى؟ حتى لا تكون لديكم حجة أمام الله يوم القيامة تقولون يا الله إنها صعبة. أما حتى صعبة، احنا عندما يدق جرس في الدار ما تستجيب، تمشي الباب ولا وكيجيك الهاتف، تقول تبي تحل تشوف والبورتابل، دق الفطر اب اتفضل انا هو باهي، وكي نديك ربي من فوق سبع سماوات ويقول لك حي على الصلاه، مش مفروض ان نستجيب؟ نستجيب على حسب الظروف نتاعنا. المهم ان لا تكون هناك قطيعه بينك وبين خالقك. إذا أردتم التأكد أكثر من هذا التيسير في الإسلام،
ومن هذه السماحة بالإسلام، ومن هذا الفقه الواسع الذي يشمل الناس كاملة وأخذ بظروف الناس جميعاً